اليوم نختتم أول مرحلة من مراحل رواد اللياقة البدنية في حكومة أبو ظبي. شاركوا فيها تقريبا 800 موظف من الحكومة. كان فيه تحدي خلال 3 أسابيع اللي طافت. اليوم النهائي كان فيه حواجز وكان فيه تحدي كبير بين الناس. الصباح كان للأخواتنا الموظفات، وبعده جاء دور الرجال. الحمد لله كانت منافسة قوية. نتمنى إن شاء الله أن تكون في مشاركات كبيرة من المواطنين والمقيمين في هذه الحواجز، بتكون مفتوحة لمدة 3 أيام القادمة. الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو تنشيط الناس وللاهتمام بصحتهم وعافيتهم، لأن العافية هي رأس المال.